ايوه مرحبا بيك. مرحبا مريم، مرحبا مريم، تحية ليك ولكل مستمعي كسرة فان. ألو، نسمع فيك مروة، نسمع فيك أيوة. 5 على 5. أوكي، إذا تم منذ قليل مريم الإعلان على النتائج الإقبال الأولي على الانتخابات في آخر نقطة إعلامية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اللي كانت في حدود 27.7%، والنسبة هذه ممكن إنها تزيد حسب عضو هيئة الانتخابات نجلة العبروجي، اللي قالت إنه النسبة ممكن ترتفع بعد استكمال الفرز النهائي للأصوات. هناك يعني عدة نقاط مهمة طرقت لها نجلة العبروجي في تصريحها لوسائل الإعلام، منها يعني أهم نقطة هو تأكيدها أنه فما إمكانية إلغاء أصوات المترشحة العايشية زمان، عفوا، قالت أنه الإمكانية هذه واردة طبقا للفصل 143 من القانون الانتخابي. قالت انه مجلس الهيئه سيلتئم وسيتداول في الاخلالات والخروقات وكل ما من شانه الاضرار بنزاهه العمليه الانتخابيه، وبناء على ذلك يتم اخذ يعني القرار المناسب اما بالغاء الاصوات او تركها يعني. وبالنسبه للالغاء قالت انه هي فرضيه ممكنه طبق القانون حسب كلامها. نقطة أخرى طرقت لها وهو يعني في رد على سؤال كنا توجهنا به بخصوص يعني غياب المراقبين العملية الانتخابية من مجتمع جمعيات المجتمع المدني وضعفها في بعض المراكز، قالت أنه تم منح 17,000 اعتماد بين صحفيين محليين وأجانب وممثلين المترشحين ومنظمات تونسية وأجنبية أيضا، وأوضحت أنه كل من تتوفر فيه الشروط القانونية الموجودة في مدونة سلوك تم منحه الاعتماد. شروط هذه حسب ما قالتها نجلة العبروجي تتمثل في الحياد والمساواة مع كافة المترشحين، وقالت أنه كل من استجاب للشروط هذه مكناه من ذلك. وأوضحت زاد قد ممكن هما يعني اختاروا مراكز بعينها أنهم يراقبوها، وهذيك علاش ممكن الضعف هذا حسب يعني تصريحها. نقطة أخرى قالت إنه أكثر الخروقات اللي تم تسجيلها خلال الفترة الانتخابية وخلال يعني اليوم هذا أغلبها يعني كانت على شبكات التواصل الاجتماعي. قالت إنه وحدة رصد الفضاء المفتوح هي يعني اللي قامت برصد قرابة يعني 70,000 تدوينة، وإنهم يعني كانوا فيهم إخلالات، وقالت انه الاخلالات يعني هذه اغلبها تتعلق بالسلب والشتم وهتك يعني اعراض يعني والمس من كرامه يعني الاشخاص كلها، يعني قالت تم احاله يعني عدد كبير منها على النيابه العموميه. إذا هذا أهم ما جاء في الكلمة كلمة السيدة نجلة العبروجي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وردا على أسئلة الصحفيين الحاضرين في الندوة الصحفية. وطبعا مروة احنا باش نواكبوا هذا الحدث وغدوة نرجعوا لي يعني حوصلة كاملة لما جاء اليوم في مواكبة لهذا الحدث. نذكر لمروة دريدي موجودة في مركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومروة مصباح يعني وهي واكبت هذا الحدث وكانت في عديد مراكز الاقتراع. شكرا لك مروة، شكرا على هذه المعلومات. نعاود نقدم لكم هنا أهم الأرقام اللي جت. الانتخابات الرئاسية 2024، إذا أرقام قدمها السيد فاروق بوعسكر، 7.5 النقطة الإعلامية الثالثة ليوم الانتخابات الرئاسية بتاريخ الأحد 6 أكتوبر 2024. الأرقام كانت على النحو التالي: 27.7% نسبة الإقبال الأولية، نقول الأولية
كما يقول السيد فاروق بوعسكر، لأنه غدوة تكون النتائج النهائية إن شاء الله. 27.7% يعني 2,704,155 ناخب. في الداخل كانوا عدد الناخبين 2,599,252، ما يعطينا 28.5% نسبة مشاركة. وفي الخارج 104,903 يعطي نسبة مشاركة ب 16.3%. نسبة الإقبال من النساء كانوا 42%، ونسبة الإقبال من الرجال كانوا ب 58%. 6% من المشاركين كانوا من الفئة العمرية بين 18 و 35 سنة. 65% من النسبة العمرية ما بين 36 و 60 سنة شاركوا، وما فوق 60 سنة كانوا بنسبة 29%. ذكرنا السيد فاروق بوعسكر أنه النسب الرسمية تكون مع الإرقام الرسمية. مجلس الهيئة ينعقد غدوة، 24 هيئة فرعية في الداخل، 10 هيئات فرعية في الخارج، وكما ذكرنا إذا منذ قليل النتائج النهائية تكون غدوة قبل الطعون طبعا. في الأرقام اللي قدمها سيد حسن زرقوني مدير عام شركة سيجما كونساي، وكان هذية في أخبار الثامنة مساء على الوطنية الأولى، نسب المشاركة كانت 27% وعدم المشاركة كان 73%. بالنسبة لعدد المشاركين كانوا تقريبا 2,500,000، هذا هو إذا الرقم المشاركين. ثم التطور نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية كما تمد به شركة سيجما، في عام 2014 كان معدل ونسبة المشاركة 40% وعدد الناخبين 3,249,666. في 2019 نسبة المشاركة كانت 39%، وفي 2024 نسبة المشاركة كانت 27%. 2,460,000 من بين 9,110,407 ناخب مسجل، لأنه كان التسجيل يعني أوتوماتيك السنة هذه. ثم من بين الأرقام تطور القاعدة الانتخابية لقيس سعيد، في الدور الأول من 2019 كان 620,711 صوت، وفي الدور الثاني تحصل على 2,777,930، وفي 2024 تقديرات سيجما كونساي للقاعدة الانتخابية لقيس سعيد 2,194,154. العدد التقديري للناخبين كما قلنا 2,460,000، والنتائج التقديرية نتائج الدور الأول داخل التراب التونسي حسب تقديرات سيجما كونساي، قيس سعيد 89.2% عدد الأصوات ب 2,194,150 صوت، العياشي زمال 6.9% عدد الأصوات يعني 169,727، وزهير المغزاوي عدد الأصوات 95,933، ونسبة النسبة التقديرية للمشاركة 3.9%. هذه إذن النسب الأولية اللي قدمتهم شركة سيجما كونساي، وإحنا باش نرجعوا لهم طبعا غدوة بالتحليل الكامل. حبينا نتحصلوا على رئيس حملة المرشح زهير المغزاوي السيد عبد الرزاق عويدات، ولكن يتعذر عليها المداخلة وكل من هو من حملة المرشح زهير المغزاوي. نفس الشيء بالنسبة للحملة الانتخابية للسيد عياشي الزمال، اتصلنا بمدير الحملة السيد رمزي جبابلي، ونحاولوا نتحصلوا على حد من الحملة الانتخابية حتى يعطيونا رأيهم قراءتهم. وشفنا منذ قليل على الصفحة الرسمية للمرشح عياشي زمال كذلك قراءة أولية في هذه الأرقام، نرجع لكم بعد قليل. الانتخابات